في اليوم 73 للحرب وصلت إسرائيل تصعيدها على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني كشف عن وصول 50 قتيلا إلى مجمع الشفاء منذ صباح اليوم بعد الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة. واستقبل مجمع ناصر الطبي 28 قتيلا جراء القصف على خان يونس، فيما سقط 35 قتيلا اليوم بالقصف على جباليا، وسقط 12 قتيلا في قصف إسرائيلي آخر استهدف مخيم صيرات وسط القطاع، بينما لا يزال العشرات منهم تحت الأنقاض. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن العشرات أيضا أصيبوا بالقصف الجوي والمدفعي بكثافة على مناطق مختلفة في مدينة غزة والشمال، بينما تشهد محاور أخرى شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة اشتباكات مسلحة عنيفة ضارية بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع. هذا وعادت الاتصالات تدريجيا إلى غزة بعد 4 أيام من الانقطاع التام. طالع من دخانية الآن. حذر برنامج الأغذية العالمي من انهيار العمليات الإنسانية في غزة قريبا، مطالبا بفتح المزيد من المعابر. مع تزايد يأس سكان غزة وعدم وجود مكان يذهبون إليه وانعدام الغذاء، فإن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار باتت أمرا ملحا. العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار، ونطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية، وهو أمر في غاية الأهمية لتقديم الإغاثة للمحتاجين في القطاع. قالت منظمة الصحة العالمية إن قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء شمال غزة تحول إلى حمام دم، وإن المستشفى يعمل حاليا بالحد الأدنى، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي يعمل في ظروف شديدة الصعوبة. وأضافت في بيان أنها شاركت في بعثة مشتركة مع الأمم المتحدة لتسليم أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الشفاء في غزة. وتابعت أن عشرات الآلاف من النازحين في مبنى المستشفى يحتاجون لتزويدهم بالغذاء والماء والمأوى. وقال البيان إن 4 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة من جملة 24 مستشفى قبل بدء الحرب، داعيا إلى تأهيل مستشفى الشفاء بشكل عاجل لخدمة المحاصرين. جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية توعده بمواصلة الضغط العسكري على حركة حماس والحرب في غزة، رغم مواجهته ضغوطا متزايدة لإجراء تفاوض يتيح إطلاق رهائن تحتجزهم حماس. نتنياهو قال إن القتال لن يتوقف في منتصف الطريق.
لدينا تفويض بالقتال وليس بالتوقف في المنتصف. هذه هي إرادة الذين سقطوا، وهذا واجبنا تجاه الأحياء. سنقاتل حتى النهاية. سوف نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا، والوعد بأن غزة لن تصبح مرة أخرى مركزا للإرهاب والتحريض ضد دولة إسرائيل والهجمات ضد دولة إسرائيل. سنواصل القتال حتى النهاية من أجل القتلى ومن أجل ضمان حياتنا هنا في أرض إسرائيل.